بس معناته انه دول هم الفريق كله لا، لاعبين موجودين، لاعبين لهم، كل اللاعبين اللي موجودين هم لاعبين منتخب. لكن قلت لك هو توفيق ابو حسين اكثر من توفيق. احنا بس لما مسجلين هدف رايحين للدور الثاني بمباراه تونس كانت تختلف النفسيه، تختلف الوضعيه، بس الفريق ظل في نفس اللمط ماله اللي هو منحصر بيه انه لا يفوز، لو يتعادل لو ما يفوز. تفهم قصدي؟ يعني حتى اعلاننا قام يحكي بيها، يعني لما تنظل احنا بس تعادل تعادل تعادل، حتى قمنا نتمنى الفوز وفعلا حقهم، لكن مدى نتوفق يعني احنا داخلين البطوله. يونس محمود يقول هذه كاس العرب عراقي. نعم، وارجع هسه نجي نتفاجئ وانا نصدق هسه بنفس اللحظه، يعني اذا صار تصويت ما اصوت للعراق. ليش؟ ما انا ترك وقع، اكو فتشي، اكو خطه، ما له دخل، احنا غلاب العاطفه عندنا. يعني مو لانه منتخبنا هو الافضل، لا لا، مو لانه انت عراقي تختار العراق. انا ما عندي، نعم انا بوقتها يعني الاخت مريان قالت لي عاطفه و تستخدم العاطفه. قلت لها استخدم العاطفه. قالت لي والمنطق؟ قلت لها والمنطق. ما تقدر، مو بيدك ابو حسين. انا بالنسبه لي مشرف منتخب العراق، يعني ما لان اكذب عليك اقول لك حتى لو واجهني اقوى فريق راح تفوز العراق. وارجع والحد الان ارجع حتى لو اطلع من الاشراف هم طلع العراق، وانا الوحيد اللي في كاس الخليج اللي كنت محلل في قناة الكاس موجود كلها قالوا العراق يخسر 4 و5. الوحيد انا قلت لا، بكره نغلبهم 2 وبلاعبين الاحتياط اللي لعبوهم 8 لاعبين جيد وغلبناهم.